وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف شخصية مميزة داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا معنا السيد عمر عوض عبد الله بالمهيري الكثيري من داخل مجوهرات مصاغ الإمارات. أهلا بك سيد عمر. حياك الله. أنا استشرفت. شرف لينا طبعا. يا مرحبا. خلينا نسترجع مع حضرتك، كيف كانت بداياتك العملية داخل دولة الإمارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدايتي كانت في البداية نهاية السبعينيات على الثمانينيات، بدأت من الاكسسوار من الزينة، وبعدين اتجهت للإنجن كامل. خبرنا أكثر عن فكرة مجوهرات مصاغ الإمارات، كيف الشغل فيها، كيف فكرت فيها؟ الشغل فيها ممتاز. أنا أول من أسس الذهب في منطقة الحي العامرة هنا. نعم، أول معرض أنا سويته، وبعدين بسطت في العين في الوادي مول، وبعدين قلصت الأفروع وجبتها كلها لليحر، لأنه أنا ما عاد أقدر أداوم في اليوم 4 مرات للعين، أضرب 120 كيلو في اليوم، فهنا بيني وبين العملي 5 كيلو، فحبيت أن أريح شوي. وكل هذا ذهبنا من طيبة، من لازردي، من الكالوتي، من المواجعي، من جميع البحرين، من السعودية. المحلات اللي الذهب فيها مضمون العيار، ما ينزل سهم واحد. اوكي، وانتوا برضو بتاخدوا الذهب المستعمل في امكانية اللي انتوا بتشتروه وبتوردوه للناس وكل حاجة بتعملوها فيه؟ المستعمل احنا ناخذه ونصهره، نجمع كيلو كيلوين ثلاثة في الشهر، نحولها على الفرن، نصهرها في قوالب عندنا، نوديها الكالوتي، نعمل لها تيستينج، ناخذ شهادة كم نزلت فيها أسهم. يعني الذهب العيار 21.880 لازم يكون عياره كذا، فلما السكند هاند نحلله يطلع 0.865-75، لأنه يدخلوا فيه الكوديوم حق اللحام، كوديوم اللحام، و تدخل قطعتين مسروق منها عيار أسهم كثيرة، فينزل ما يجي صافي 100%. فاحنا نبدله بالصافي عند الكالوتي وناخذ مقابله ذهب بيور 99.9 يعني صافي، ونروح نقضي على كذا. طب بما ان حضرتك دلوقتي يعني من الناس الخبيره في الذهب والمجوهرات عموما، يعني كان جالنا احنا حتى كقناه جالنا كتير شكاوي، كيف نعرف الذهب الاصلي؟ يعني كيف نبلش فيه؟ نعرفه منين؟ حضرتك خبير، تنصح المشاهد او المستهلك بايه؟ المستهلك هو يروح ضحية الإيجور، يبحث عن إيجور 10 درهم أو 7، يفكر في التوفير، فيوقع في ذهب مغشوش مسحوب العيار. السوق فاضي، السوق في مشكلة، السوق في مشكلة كبيرة. حصلت سرقة في العين، ويمعوحنا في العين أهل الذهب، منهم 2 مواطنين، أنا وأحمد المرزوقي راعي مجوهرات البادية، والبقية كلهم مستثمرين، 80% و 90% هنود. فالضابط في المربع تكلم ويا بكلام عن السرقة وشغلوا شريط، والمهم بعدين أبغى سأل احنا أسئلة، حد عنده شيء مداخلة؟ قلت أنا عندي مداخلة. قال لي تفضل. قلت له أنت دحين تشكون من واحد حرامي، اللي في الصالة دولة كلهم حراميين. قال ليش تقولها كثير؟ قلت أقول الكلام هذا وأنا واثق منه، يعني هذولا يأخذون ذهب بدون إيجور. ليش يأخذوا بدون إيجور؟ ذهب مغشوش مسحوب العيار حقه، ويبيعونه للمستهلك النهائي. المستهلك النهائي ما يعرف، عنده شكل لون الذهب، لا ذهب، لكن العيار ما هو عارف. قال لي خلاص أنت بعد الحلقة خليك شوي أجلس معاي. بعد ما انتهينا قال لي ايش القصه؟ قلت له قصه 1 2 3 زي ما جبتها لك. هاي كلهم موجودين في عجمان، في راس الخيمه، في الشارقه، جالسين بدون رخص في بيوت يشتغلون مغلقه، وشغالين على الطريقه دي. ويجي لما يجي عند المحل يقول له اعطيك ذهب، ياخذ كيلو منه، ما ياخذ درهم ايجور. طيب حق العمال اللي اشتغلوا شكلوا الديزاين وعملوا القطعه بدون ايجور، معناته ايش؟ في مشكله، الذهب فيه خلل. فهنا المشاكل الزبون ما يعرفها أبداً.
انتوا كمجوهرات مصاغ الامارات، هل في ديزاينات معينه انت حضرتك بشخصيا اللي بتشرف عليها لشكل التزيين المجوهرات؟ انا بختار، انا دائما بختار الذهب، بطلع بنفسي انا وعوض وناخذ ايش طلب السوق، ايش طلب الكاستمر اللي انا مستهدفه. يعني الكاستمر عندي 18 ما يمشي معي، لكن هنا احنا كخليجيين ناخذ الذهب عيار 21، ال 22 ياخذون اسيا الاسيويين، ال 18 عند الشام، اهل الشام يستخدموا ال 18، سوريا لبنان بعض جميع الاسواق، فبتوفر لازم نوفر، لانه احنا مكس هنا، احنا مش لحالنا في البلد، احنا عندنا اخواننا اللي جوا من الدول العربيه ومن الدول الاخرى، فهم في بلدهم الثاني في الامارات، نعم كانوا في بلد، فنوفر له شيء حسب طلبه، مو بس ما نتعمق فيه 18 22 ما نتعمق. لكم التوفيق سيد عمر. اياك ان شاء الله سيد عمر. طيب سيد عمر، خبرني شو رؤيه حضرتك المستقبليه للعمل لتطوير الشغل؟ يعني حضرتك بتفكر مثلا في ايه بعد 3 4 سنين؟ بالنسبه لي انا كمجوهرات مصاغ الامارات، يعني البراند هل يبقى منتشر في الدوله اكثر، في الخليج اكثر؟ يعني ايه حلم حضرتك كبراند مصاغ الامارات يوصل لفين؟ ممكن تنزل، ابدا بالتصنيع، اذا بديت بالتصنيع اي نعم، في السكند هاند العايد من الكاستمر اشتغل عليه انا في ورشه خاصه لي، اجيب عماله فنيه واصمم انا من عندي واعيده للبيع. هنا الواحد يتطور، ما حنبقى على المحلات انه قطاع بالريتيل، لا نبغى ندخل مجال التصنيع. طيب ما شاء الله، يعني اكيد قصه نجاح كبيره زي اللي حضرتك حكيت لي عنها، ابتديت من السيارات، وحتى في حاجات حضرتك قبل الحلقه قلت لي ما قلتهاش في الحلقه، اللي حضرتك اشتغلت كمان في الملابس، اشتغلت في حاجات كتيره وختمتها بالمجوهرات. شو نصيحتك للشباب اللي اليوم اللي هو بينفر من الشغل الخاص او مش بيستمتع بيه، شو النصيحه العامه اللي ممكن توجهها لاي شاب يستفيد من خبره حضرتك؟ انصحهم انا انهم يخوضوا حركه الدخول في التجاره، لانه 9 اعشار الرزق في البزنس، في العمل، في التجاره. الوظيفه راتب محدد، الحكوميه راتب محدد، ما يتطور الا بتطور الشخص هو، اذا ممكن يرتفع درجه درجتين وفي الاخير يتقاعد. هل هو عمل شيء، حقق شيء من حلمه، هل وفر، هل سوى شيء؟ فمعليش، مع الوظيفه ممكن اعمل بزنس تجاري مساند الى ما بعد التقاعد. يعني انا موظف حكومي لكن وايب علي ان اعمل لي عمل تجاري في السوق، السوق قوي، عندنا قوه شرائيه هائله، سوقنا ممتاز، دخل الفرد عالي، يعني اسوى بالمناطق اللي حوالينا والدول اللي حوالينا، راتبنا عالي جدا. فهنا الشاطر اللي يفكر انه يدخل مجال البزنس، لو فشل مره ممكن يعاود ثاني مره حتى يوقف على رجيله، إذا وقف حيمكن يرتاح 100% ونهار يجلس على التقاعد يكون عنده شيء سند ثاني. تمام. فهذا شيء طيب. طيب أكيد طبعاً، يعني الاستثمار وقوة الاستثمار في الدولة زي ما حضرتك ذكرت، أكيد ده بيرجع لقوة دولة اسمها الإمارات بقيادة طبعاً شيخنا الله يحفظهم. الله يحفظهم يا رب، موفرين نعمة الأمن والأمان، نعمة الاستثمار. دائماً. شو بيعني لك هذا؟ أحمد، دائماً الرأس مال جبان. طبعاً. يعني يبحث عن الأمان. اي دوله ما فيها امان غير مستقره، استثمار ما فيها ما يدخل. فاحنا هنا في دوله الامارات يطول اعمار الشيوخ، فاحنا في نعمه الامن والامان. يعني لو اقول لك بيوتنا ما نقفلها اطلاقا، ابوابنا مفتحه وننام، محلاتنا ما نخاف عليها ابدا. فهنا الراس المال يدخل بشرط يكون نظيف، يعني يكون عمل نظيف بما يرضي الله، يشتغل الشخص يعين خير، دخل الفرد عالي، كاستمر يحتار اي شريحه يقصدها، هو يحتار تقريبا المستوى متقارب، ما في عندنا طبقه عاليه وطبقه متوسطه، ما في، تقريبا كلهم في الليمت متقارب. طيب اكيد قصه كفاح ونجاح كبيره زي اللي حضرتك حكيتها لنا دي يا سيد عمر، وراها شركاء للنجاح كمساندين سواء ماديا معنويا نفسيا. لحضرتك الكلمه اللي انت لو عايز توجه لاي شخص كان مساندك طول وحده كفاحك، توجه له كلمه شكر من خلال برنامجنا،
ليك الموضوع يعني ليك الكلمة. أنا أشكرهم يعني أي واحد يحاول يبحث رغم أن الدولة وشيوخنا يطول أعمارهم أسسوا صندوق خليفة لدعم الشباب للحرف والمهن الصغيرة، فهذا تشييع من الدولة. لازم يدخلوا السوق، لازم نغطي على الأقل 20-30% من السوق من أبنائنا من الشباب الإماراتيين وبناتنا. يعني مش عيب إنها تشتغل، تعمل كوافيرة، تعمل مشغل، تعمل تصميم ملابس. يعني طبعا طبعا هذا يعني يرفد الاقتصاد. يعني أنا كمواطن قد ما أكسب فلوسي داخل الدولة ما حتطلع برا. يعني لكن لما تشوف اللي تطلع برا مليارات تطلع. فاحنا ما عندنا اعتراض على أي شيء، لكن شرط الشخص يشتغل بأمانة وبصدق ونزيه. طب ومين كانوا مساندين لحضرتك طول فترة حياتك؟ يعني العيلة، زمايل حضرتك في الشغل، الموظفين؟ والله أنا في البداية كنت معتمد على الله ثم على نفسي. كنت أشتغل ليل نهار، يعني 16-15 ساعة عمل يوميا. يعني الوقت اللي أرتاحه يمكن ما يتعدى 9 ساعات في بيتي، بين نومي وبين الظهر ساعة ساعتين والباقي عمل. وبعدين اصطف عندي اصطف من العمالة ولا زال بعضهم معاي إلى الآن، اللي هو عوض له 40 سنة عندي الآن. السنة هذه كمل 40 سنة. رجل نظيف نزيه مصلي أمين، فأنا مسلمه الآن، فأنا مشرف عليه من فوق. يعني أي مشكلة عنده أروح أحلها له وأتابع الشغل، بيشكل أنا أروح أشكل معه. الأذواق تختلف، هو يختار لون وأنا أختار لون. كل دول شركاء رحلة. نعم لكم التوفيق. طول عمرك يبارك فيك. ربنا يخليك يا مرحبا. في نهاية حلقتي أنا بشكر حضرتك جدا على حسن استيعابنا وعلى هذا اللقاء الطيب والحضور الكريم هذا. أنا اللي سعيد بحضوركم قناة سما العين، وشرفتونا وتعبتوا وجيتوا إلى بيتي، فأنا شاكر لكم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في الأيام القادمة والسنين. أشوفكم كذا لامعين زي القنوات الأخرى بإذن الله. بإذن الله. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. دمتم في أمان الله.